الفيديو ده يا جماعه تقريبا من افضل الفيديوهات لجماهير النادي الاهلي. هنتكلم على امور خاصه جدا بمارسيل كولر، برحيل كابتن خالد طبعا بيبو، قصه صفقات النادي الاهلي بعد حسم صفقه يحيى عطيه الله نجم منتخب المغرب، اللاعب المتميز، اللاعب كبير. يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدعمني باللايك يا صديقي الاهلاوي، وتعالى اقول لك الحكايه هتبدا منين. اول حاجه كده يا جماعه، النادي الاهلي مش هيشارك في كاس مصر النسخه الحاليه، وهقول لك العقوبات اللي هتتفرض على النادي الاهلي. اللائحه بتقول ايه؟ اول حاجه كابتن يعني المتميز جدا كابتن محمود الخطيب قعد مع مارسيل كولر هو وحسام غالي ولجنه التخطيط، وطبعا قرروا عدم لعب بطوله كاس مصر. ده بناء على ايه؟ بناء على قرار مهم وصارم من مارسيل كولر. ليه يا جماعه؟ لان النادي الاهلي هيشارك في 8 بطولات غير كاس مصر. دوري ابطال افريقيا، بطوله الانتر كونتينال، طبعا كاس العالم للانديه، الافرو اسيوي، السوبر الافريقي، السوبر المصري. انت بتتكلم ادي 6 بطولات جامدين جدا جدا جدا، الدوري العام ادي 7 بطولات. فالنادي الاهلي داخل في اكتر من 7-8 بطولات مهمه جدا 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 جدا، كمان السوبر الافريقي، يعني 8 بطولات عديناهم. فالنادي الاهلي شايف ان بطوله كاس مصر في وقتها ده عائق كبير على لعيبه وسكواد النادي الاهلي، وده قرار من مارسيل كولر. ومارسيل كولر عامل لك كل حاجه، جايب لك 9 بطولات، عنده لعيبه جامده جدا، عامل 20 فوز على التوالي في الدوري المصري، 2 بطولة افريقيا ما شاء الله، 3 سوبر مصر، 3 كاس، 2 كمان دوري عام. فانت بتتكلم في 9 بطولات في سنتين، ده رقم مميز جدا. البطولات اللي دخلها كلها خدها ما عدا السوبر الافريقي اللي خسره من شوية القبائل بس، او اتحاد العاصمة عفوا. فمارسيل كولر 9 بطولات من 10 بطولات، فده انجاز عظيم من المدرب السويسري المتميز جدا. فادارة النادي الاهلي بناء عليه وافقت على عدم لعب كاس مصر. طيب حد تاني يقول لي طب الناشئين ما تلعب، فرقه 2003 ملغي، ما فيش فريق 2021، هتبدا تلعب فريق 2005 18 19 سنه، هتخش اسمك النادي الاهلي، هتترقع، هيبقى شكلك وحش، مش هينفع. طب القصه ماشيه ازاي؟ هيبقى غرامات غير عاديه على النادي الاهلي. 1، غرامه 1,000,000 جنيه. 2، عدم المشاركه في كاس مصر الموسم القادم، ده رقم 2. طب رقم 3 ودي مهمة جدا وصعبة جدا، منتخبنا الوطني عنده معسكر قريب كمان 15 يوم. مارسيل كولر اتكلم مع إدارة النادي الأهلي وقال لك إن في خلال آخر يومين قبل معسكر منتخبنا الوطني لعيبة النادي الأهلي ممكن تنضم. ليه؟ الراجل خاف على لعيبته، خاف على السكواد بتاعه، خاف على اللعيبة اللي هتشارك 7-8 بطولات، خايف إن اللعيبة دي هتلعب بطولات جامدة جدا في أفريقيا وكأس عالم أندية ودوري مصري وبطوله الانتر كونتينال والسوبر بطوله الافرو اسيوي، ومحتاج لكل كعب رجل لاعب. فمارسيل كولر كان قراره حاسم. ده 1. 2، رحيل خالد بيبو. ليه رحيل خالد بيبو يا جماعه؟ خالد بيبو من يعني مديرين الكره المتميزين جدا كالوضع اللوائحي. الراجل بتغلط بتتعاقب، بتعمل حاجه كويسه بتاخد ثوابك. فالقصه في ايه؟ ما عندوش حته الكاريزما، ودي من عند ربنا يا جماعه، الحضور والكاريزما دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ما عندوش حته سيد عبد الحفيظ، ما عندوش حته وائل جمعه، ما عندوش حته ابو تريكه، ما عندوش الكاريزما دي كابتن الله يرحمه ثابت البطل، ما عندوش الصرامه وفي نفس الوقت اللعيبه حباك. فاوضه اللبس فيها خلخله شويه يا جماعه، وسامحوني بقى انا بتكلم بكل صدق، فيها خلخله غير لما كان سيد عبد الحفيظ موجود. طب هل سيد عبد الحفيظ هيرجع الامر مرفوض من سيد عبد الحفيظ الا في حاله واحده؟ خطيب نفسه يكلمه. طب مين اللي طلع دلوقتي واسمه اتعرض؟ كابتن وليد صلاح الدين، وده امير القلوب زي ما بيقولوا، الراجل المحترم المؤدب القمه اللي كان لحته لعيب كوره بيكلم الكوره. فالراجل ده دلوقتي معروض على النادي الاهلي من ضمن المرشحين كراجل مدير للكوره. ده مين؟ الكابتن المتميز الكبير الكابتن طبعا وليد صلاح الدين. فدي الناس اللي معروضه بالنسبه لاداره النادي الاهلي، اللي محطوطه في الوش. دول اللي محطوطين في الوش، رحيل خالد بيبو ووليد صلاح الدين مكانه.
فده بالنسبه لمين يا جماعه؟ بالنسبه طبعا بالتاكيد لقصه رحيل كابتن خالد ابيبو. طبعا خالد الجوادي بره النادي الاهلي وهيجيبه مترجم غيره، والراجل فيه تاتش ما بينه وما بين الاداره ومش مكمل. وعايز اقول لك ان النادي الاهلي من دلوقتي بيحاول يخلص بكل الطرق المترجم لمارسيل كولر الجديد. فكل التوفيق لاداره النادي الاهلي، كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق للكابتن طبعا وليد صلاح الدين، واحلى مسا على كل اهلاويه. السلام عليكم.